الميزة الأولى كما قلت سلفا هي تكريم الأب الروحي لناس غيوان، ومن يقول الأب الروحي كما يقول رشيد باطمة، لأنه هو اللي حرص باش دار في البيان، قال لك ما ديروش لي الرائد ولا ديروا لي المؤسس، ديروا لي في البيان الصحفي الأب الروحي لناس غيوان. ومن يقول الأب الروحي لناس غيوان يقول الأب الروحي للظاهرة ككل. هذه وحدة. التمييز الثاني الإدارة، سي رشيد زكي وسي رشيد باطمة، والتميم اللي كيدير جاك بريل كاين هنايا راه سول عليك، وجاء الاستاذ احريش النقيب حتى هو كاين هنا، وعاد الرواد راه كيبان لي حنين راه هو شي بحالي راه هو حتى هو راه هو واحد العديد ديال الناس هنا اللي كاينين هنا في القاعه كعادته دائما، والاساتذه الحاضرين شكرا لكم جميعا. والله ما عمرني شفت انا بحال هذا الشيء، حتى وليت كنشوفوا في دار مولاي الشريف، وليت كنشوف صونو مزيانه، وليت كنشوف تنظيم مزيان، لا في الطبع لا في الحضور لا في صراحة، ما بقى والو على داك الشيء اللي كيديروا في موازين ولا في تيميطار، فالحي كيستحق هاد الشيء. الصحة هاد الشيء اللي عطى الله الواحد اللي كيكبر ديما ونا با ونا مال كيلكو با. أنا ملي فتحت على البهر عطيت داك الكاتو 5 جبدوا لي واحد العظم من هنا، ومن بعد درت الترويد ودرت داك الشيء، ولكن دابا بداو كيجيوني دي دولور ديال الدهر. ايوا كنحاول كان مره كندير الترويد كان لان حيد داك الفنيد اللي كيحيد لي دولور، كنت درتو شهرين ومن بعد حبستو، وليت كنصبر لهاد لي دولور وصافي، لان خفت هادوك اونتي انفلاماتوار يمشيو ليا للكبده، حيت خويا مات بالكبده الكبير، وخوه اللي وخويا اللي تابعوا لاخر ابراهيم حتى هو مات بالكبده حيت كانوا كيشربوا هاد لي زونتي انفلاماتوار. انا قلت القضيه عندي في الطاقيه، اللهم ندوك لي دولور صبرت القضيه في الطاقيه. التكريم ديالك اليوم المهرجان ديالك؟ التكريم انا جاني مفاجئ بطريقه رائعه جدا وبمهنيه غير متوقعه صراحه. انا حيت شفت هاد الشيء وشفت هاد التنظيم وشفت جاني في شي شكل، جاني صراحه منظم مزيان، لا من ناحيه لا من ناحيه لي زافيش ولا من ناحيه السونوريزاسيون، وحتى المكان اللي غادي نخدموا فيه كنلعب فيه كره هنا بكري. انا كنت فايت خرجت واحد من اللي من خرجت واحد الكره الكاوكاوي تماركاها بالراس، الله يشافيه حتى هو كاوكاوي. الكاتش الكاتش مع حسن الله يحفظه. هذاك المكان ولا مكان رائع جدا للصحه، راك شتي كي داير الجو جميل ورائع هذيك البلاصه. دارت مسرح في الهواء الطلق من ذاك الشكل. كنظن وكنشكركم بزاف بلا ما نظن ولا تظنوا حتى انتم القضيه عندي في الطاقيه. صافي واش صافي سالينا كيفاش تقول على العين المحمدي بهذا التكريم ديالك؟ كيفاش حسيتي نتايا مع الجمهور ديال الكيل المحمدي مع ولاد كاريان سونترال؟ واش غنقول لك، انا راه حضروا حتى الرواد حتى الناس اللي تقاد ديالي كنسموهم الرواد، حتى هما حضروا لينا اليوم وهذا، فشكرا لهم جميعا وشكرا على المؤازره ديال هاد الناس ديال 60 سنة هذه هما كيأزروا. لأن دائما الهاجس ديالي هو نغرد شوية من داك الشيء اللي تعلمته. هاد الدورة خصنا نكونوا موضوعيين ونقولوا أن هاد المهرجان راه في دورته الثالثة، ودورته الثالثة اشتغلوا عليها مجموعة من الإخوان وأسسوا لهاد المهرجان. ف حنا كمنظمين ننخرط في الاستمراريه، ما كنشتغلوش في قطيعه مع المهرجان، كنحاولوا نضيفوا شي حوايج جديده، وكاينين اضافات بطبيعه الحال باضافه الى المجموعات اللي هي اكثر من 16 مجموعه اللي هي حاضره معنا في هذه الدوره في منصه ساحه بشار الخير. فعندنا واحد الفضاء جميل اللي هو فضاء منتزه بشار الخير. هذا منتزه بشار الخير يكونوا فيه لقاءات
مع مجموعه من المجموعات، كل مجموعه غتجي غتهضر على تجربتها. وبالنسبه للشباب اولا هذا الفضاء اللي هو ما يبقاش مجرد منتزة ولكن يولي فضاء له معنى، لانه غنشتغلوا عليه ثقافيا، وغيجوا مجموعه من انشطه اخرى بانها تستعمل هذا الفضاء من اجل الثقافه، ولي فضاء مفيد وهو مفيد في الاساس. فغيجيو يشوفوا التجربه ديال هذه المجموعات وكل ما عاشها على مدى سنوات، ويطلعوا على جزء كبير من التاريخ ديال المغرب. وكاين اللي جميل في الدوره وانا كنكرموا عمر سيد يكرم بين ناسه، بين اخواني اخواته، بين ابنائه وبناته. عمر سيد جزء من الحي المحمدي، جزء من الظاهره، جزء منا. كنشكروه انه قبل انه نكرموه، لانه يستحق اكثر من تكريم. ولكن اعتبر ان هذا التكريم في الحي المحمدي بالنسبه لعمر سيد يبقى وسيبقى احسن تكريم غادي يعيشه في حياته، لانه احسن حاجه هو انك تكرم في حياتك، وتكرم بين ناسك، وتكرم في الحي الذي عشت فيه اهم مراحل الفنيه ديال حياتك. انا سؤال اخر، هو شنو هما ابرز المجموعات اللي غيكونوا مشاركين خلال هذا كاينين المجموعات، كاين المجموعات المؤسسه ديال الظاهره، دائره المجموعات. بطبيعه الحال ما نهضروا على دائره المجموعات ما يمكنش ندوزوا على ناس الغيوان. ناس الغيوان هي الليدر ديال هاد الموجه. كاين ناس الغيوان، كاين جي جلاله، كاين المشاهب، كاين السهام، كاين مسناوه، فهما فقره مهمه، لانه هما كيمثلوا اولا الإرهاصات الأولى لهذه الظاهرة، هذه ظاهرة مجموعات. وأيضا كاين مجموعات أخرى اللي جاوا من بعد، كمجموعة الرفاق، صرخاء إلى آخره. وكاينين مجموعات اللي انفتحنا على مجموعات من أمازيغية، أكادير، مجموعة الراب أيضا اللي توا جزء من المجموعة. كاين مجموعة أشكاين اللي جاية من مدينة مكناس وجاية فرحانة أنها تحتفل مع الساكنة ديال الحي المحمدي. وكاينة أيضا أن واحد النوع من الأولوية تعطات المجموعات اللي ولدت في الحي المحمدي، لانه حي المحمدي هو حي معطاء، خصوصا في هذه المساله ديال ظاهره المجموعات. دائما من الأعراف ديال المهرجانات يكون فقط اسم واحد اللي هو بسميته الدورة، هذه الأعراف ديال المهرجانات. بالنسبة للعلال، واش شي واحد غادي ينسى علال ولا غادي ينسى السوسدي؟ بمعنى أن الدورة الرابعة والإخوان، هذا يعني من الحويجات اللي استقيتها أنا من عند الإخوان، هم أنهم يفكرون أن كل دورة جميع الرواد اللي توفوا واللي باقين غادي تكون دورة باسمهم، ومنهم علال المايسترو الأيقونة، منهم السوسدي الحنجرة الذهبية اللي عمت الآفاق. لأن خصك تعرف السوسدي الله يرحمه راه هذاك راه واحد الخامة صوتية اللي استطاع أنه ياخذ الجائزة الأولى في ميوسكو. أدل هذه الأسماء، هذا فرض عين على المهرجان إن شاء الله في دوراته المقبلة كل سنة يدير واحد من هذه الأسماء هذه. يعني بالنسبة لعدم الحضور ديال السي علال البهلي، واش كاين تما شي وحنا واش كاين شي خلاف؟ لا باقي ما كاينش الحضور، باقي المهرجان ما كاينش. لا لا لا، السي علال، السي علال ابن الحي المحمدي، السي علال مفخرات الحي المحمدي، والطريقه باش كيهضر عليه لصاحبه وعشيره وحبيبه السي عمر السيد، طريقه انه انا كنمشي انا ويا للدار، راه كنمشي انا والسي عمر للدار، الطريقه باش كيهضر كيقول لك ان علال المايسترو، علال الكبير يعني. وهذاك الشيء اللي يتداول، يعني الا غادي ندخلوا للكواليس وندخلوا يتداول اللي كاين ان علال. انا اتلاشى صدري كان المهرجان ديال حلقة الحي المحمدي وجاب كل تلقائيه وحضر، واكيد غادي يحضر. علال فوق الراس، السوسدي فوق الراس، جميع عمر الدخوش الله يرحمه، الجميع هادو كلهم، هادو ماشي ملكنا حنا الحي المحمدي، هادو راه ملك الوطن.
هذا ملك العالم العربي، هذا ملك الثقافة العالمية. لأن ملي كتكلمت أنا في واحد الصريح قبيلة كنقول لك بأن الدائرة الغيوانية ولات إرث لا مادي يجب تسجيله في اليونسكو، لم أقول عبثا، لأن كاينين شي ناس مسطين ولا بغى يزحمونا حتى في هذا الإرث، هذا بغى يزحمونا في الملحون وبغى يزحمونا في 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 في, في, في القفطان، فهذا راه إرث لا مادي يجب. وبالتالي شكون اللي خلق هذا الإرث المادي؟ راه الإنسان. شكون هو الانسان؟ هما هاد الرواد، هاد الرواد فوق الراس وفوق العين. شكرا. ملي كنقولوا الظاهره اللي هي كنقولوا الحين محمد القرطاسي، نعم نعم، كنقولوا الحين محمدي، سينما شريف، سينما سعاده، جيت كنبيو في الحجار، كاين هاد، نعم نعم، كما تكلم عنا انت، هو 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 من حسن حظينا وانت ومنهم تتا انت، راك ولد الحي المحمدي دوريجين 100% ماشي 99%. فمن حسن حظنا ان الظاهره يعني انها نبعات ونشات في الحي المحمدي، وبالتالي عطاتنا بحال شي قريد حنا، ولكن هذا القريد كانت تقاسموها مع المغرب كامل من شماله الى جنوبه، لان فيما مشيتي كتلقى ان الظاهره متجذره في الاجيال. ودابا في الشمال كاين اطفال كيغنيوا الظاهره الغيوانيه، فيما مشيتي بمعنى هذا الارث كتبت له الاستمراريه وجا من الحي المحمدي. ونعتز ونفتخر بان الحي المحمدي كاري سنترال، هذا كاري سنترال اللي عنده واحد القيمه تاريخيه، لانه مهد المقاومه، مهد الفن، من وهو الذي يحتضن اول دار الشباب. عرفتي هادشي باش جا؟ راه هادشي جا ما جاش هكا، شوف باش جا. جا التلاقح، ها الشمالي، ها الجنوبي، ها العبدي، ها الشيضمي، ها الشلح، ها الريفي، هذا ها هو التلاقح. وهي تعطات واحد الوصفة. جاء أول دار الشباب كانت عندنا حنا، جاء أن الحلاقي، جاء أن العمال اللي جاوا في سوسيكا ولا في بشار الخير ولا في الكاريان، كلهم جابوا الثقافة ديالهم. هل اللي جاب أحواش، هل اللي جاب الهواري، هل اللي جاب الحمدوشي، هل اللي جاب القناوي. فهذا التلاقح هو اللي ساهم باش تكون حركة مسرحية في الستينات، وديك الحركة المسرحية تولد عليها أيضا حركة مجموعاتية نفتخر بها ونعتز بها. ومن 20 حتى 24 سيخلق الحي المحمدي الحدث بتكريم الأب الروحي لناس الغيوان، وأيضا بحضور المجموعات الرائدة والمجموعات الاستمرارية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.